السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا فيديو الإخوان، دابا حاليا أنا في محطة ديال المدين، قطعت التيكيت يعني غنمشي لأرمينيا. وشحال باش قطعت الإخوان هادو؟ يعني الوحدة 15 دولار الخوت من المدين لأرمينيا. الخوت راه كنقول لكم الأثمنة باش نتوما تعرفوا شنو كاين، وهذا ما كان الخوت يعني. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وهذا هو الأجواء ديال هذه هاد المحطة، يعني زوينة صراحة ديال المدين كما تشاهدون. راه كبيرة، غير أنا صورت هاد البلاصة هادي، راه كاين واحد الباب هنايا كتمشي لهاديك الجهة. مهم المهم محطة كبيرة، وبقاو معايا الإخوان. هذا مكان الله. وصلنا للمدينة ديال بيريرا من 11 الخوت، لكن غير جبد 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 جبد. الله وصلنا كما تشاهدون، هذا هو الكرف الجديد. دابا الليل هذا الخوت يعني 6 تقريبا 6 ونص، هذه هي مدينة ديال بيريرا المحطة. وغنمشيو لأرمينيا، بقى لينا واحد ساعات المرينة تقريبا ولا شي 40 دقيقة بحال هكاك. صباح الخير الخوت، دابا حاليا انا في ارمينيا. الصباح هذا لا فقت ولو مريض، ما شكيتش عليكم صراحه، يعني ضغطني قرشوطة يعني شافني كنهضر وجي برسيا مخي صراحه. مريض شويه الخوت، ضربني البرد، لا ما عرفت. المهم ضغطني القرشوطة، تلحيت هنا شويه البرد، كاين البرد شويه في ارمينيا. وهذا ما كان الخوت، ما عرفتوش البرد ديال داك الكليما ديال الكار اللي جينا فيه البارح. المهم صبحت ماشي هو هذاك، الله خديت شي دواء وهذا. المهم غنكمل لكم لوكا الخوت باش ما كاين، ونصور لكم شويه الخوت في ارمينيا. يلا بقاو معايا الاخوان. دابا الاخوان غنقطع واحد الساحه، الساحه ديال ارمينيا، هي الساحة ديال أرمينيا الإخوان كما تشاهدون. باش نصور لكم شوية، زوينة صراحة، عجبتني الكلمة ديالها صراحة. يعني ما اليوم بارد الجو، يعني هي راه كتكون شوية سخونة صراحة، ولكن بالليل راه الشتيوة، كطيح الشتيوة الليل كاملة الإخوان. هي الساحة ديال أرمينيا الخوت كما تشاهدون، تماثيل مسائل كيستعدوا للسنة الجديدة. هانتوما الخوت قهاوي الماكلة، هانتوما واحد التمثال تاني ما عرفتش شنو كيعبر التمثال هذا. هذا مكان الخوت يعني زوينة صراحة، زوينة زوينة، عجبني الجو ديالها صراحة، ما سخون ما بارد. مهم لبس الجاكيطة ديالك عادية، المهم كتحس يعني الجو زوين.
هو البارك الثاني الاخوان ديال ارمينيا، ولكن كما تشاهدون الخوت شتيوا انتم الخوت، يعني دغيا 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 الخوت دغيا. غنمشي دابا نمشي للوطيل باش ما نزيدش المرض. انتم يعني ارمينيا، انا احب ارمينيا، هذا هو اللي كاتبين هنا الخوت. هذا ما كان غنهي الفيديو ديالي في هذا المكان الاخوان، كنتمنى يعني يعجبكم الفيديو، والتحيه كما تشاهدون الامطار الخير، ونشوفوا شي فيديو اخر ان شاء الله، وتهلاو ليا فراسكم، الله يعاونكم الاخوان.